افرج. هو موضوع ائتلاف المعاق الثائر. اول عرف نفسك. انا محسن رشاد هلاليه 38 سنه من باب. الايام الجايه كلنا داخلين على تكتلات مش افراد. فاحنا كمعاقين مهمشين من قبل كده، وحتى الوقت دوت لما كان في الميدان هنا من اول شهر 7 كانوا موجودين عيادات اعتصام تعدهم على صوابع اليد الواحده المعاقين. فجات لي من ساعتها فكره ان انا لم المعاقين كلهم تحت اتحاد او تحت ائتلاف. وركبت مع بعض الاشخاص هنا ناشطين حقوقيين زي الاستاذ اشرف جمعه صاحب ائتلاف العرب الاحرار. نعم. واتفقنا على ائتلاف المعاق الثائر. وهو متشكرا ركن شويه الموضوع بتاع ائتلاف العرب الثوار دوت الاحرار. ائتلاف ابناء العرب الاحرار. وقال احنا نفعل الاول ائتلاف في المعاق الثائر. الفكره مبسطه ان احنا هنلف على جميع المعاقين في جميع المحافظات ونضمهم للائتلاف ونعرفهم اهداف ومطالب الثوره ونحكي لهم على اللي كان بيحصل هنا في ميدان التحرير ونوريهم الصوره اللي كانوا هو كان الاعلام والجرايد كانت بتنقلها ان احنا بلطجيه والناس ما اجندات وناس واخدين فلوس ونعرفهم ايه الحقيقه اللي كانت بتحصل هنا بالظبط. من اهدافنا ان احنا كل الائتلاف ان كل المعوقين معهم اهميتهم الثقافيه والاجتماعيه اللي مش واندماجهم في العمل السياسي ولنا مطالب اللي هي البسيطه اللي اي حد بيتمناها كشخص عادي. بس وباذن الله هنبدا على تنشيط اللي احنا ديت من يوم الجمعه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طب هنيجي بقى جايين ان شاء الله الجمعه الساعه كام؟ باذن الله لسه ما تحددش، بس يعني باذن الله ممكن يكون الجمعه بعد الفطار هنا برضو. ونتكل على الله انا والاستاذ اشرف والفريق اللي عمل معايا ونتكل على الله ونمشي. استاذ اشرف عايز اعلق على حاجه؟ والله الاول بسم الله الرحمن الرحيم. انا بشكر الاول اي اعلام نقي، اي اعلام بياخد الفكر السياسي الاجتماعي. ثورتنا مش ثوره سياسه بس، انا اعتقد ان ثورتنا ثوره تعليم سياسي، تنشيط اجتماعي. انا شايف يمكن جت فكرتي ان انا كنت الاول ائتلاف ابناء العرب الاحرار، كنت بلعب على او ان انا بهدف ان انا اوحد الوحده القوى الثوريه الموجوده في مصر وجميع الدول العربيه. وقفت شويه نشاطي في ائتلاف ابناء العرب الاحرار، ولما قابلت حاله محسن في الاعتصامات او في داخل ميدان التحرير لقيت ان الناس ديت من حقهم ان هم يبقوا من عضو مستهلك العضو منتج العضو معبر. تغيير الفئه الصامته، الناس دولت 6 مليون، انا لو اخدت ال 6 مليون دول اديتهم بعض الحقوق الدوليه اللي موجوده في كل البلاد العربيه، زي منهم ابسطهم مراعاه كبار السن المعاقين، روح حضرتك الوفاء والامل، مرميين ناس في منهم فعلا 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 بينتهك ادمياتهم. الناس دي احنا لو لفينا اهتمينا بيهم رحله، فكره رحلتي ان احنا ننشر الوعي مع شويه مطالب. مش هنقول احنا عايزين نشيل المشير، مش عايزين نعمل، احنا اهدافنا بسيطه جدا 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 جدا، ومطالبنا على منزلنا على ائتلاف المعاق الثائر في الفيسبوك مطالب بسيطه جدا جدا جدا، منها حاجه زي مثلا ان لكل معاق حق ان هو يبقى ليه مكتب اداري في الدور الارضي في جميع الحكومات وفي جميع المصالح الحكوميه، وخاصه الاطراف السفلى اللي هم الاعاقه، اعاقه الاطراف السفلى. ان انا هو مثلا ان ما فيش حد يجي مثلا يعرضه تسهيل ليه في المطار. الكلام ده يا جماعه مكتوب، الكلام ده احنا عارفين انه موجود بس للاسف مش متفعل. هي هدفي من الرحله ان انا الم ال 6 مليون معاق واعمل لهم نشر وعي ونشر ثقافه، واطلب بشكل سلمي وانا واثق سواء اللي ماسك رئيس جمهوريه دلوقتي، اللي ماسك دلوقتي مجلس عسكري، ايا ما يكون، شاب شخص عادي عمره ما هيقف في طريق المعاق. بل بالعكس، احنا كلنا كشعب مصري على قد ما احنا بيتقال علينا فراعنه، بس احنا شعب طيب جدا 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 جدا. اول لما بنلاقي مساعده لمعاق، مساعده لانسان محتاج، لانسان مرمي، زي المرحله الجايه اللي انا كنت بفكر فيها المتسولين.
المتسولين دول هو مش متسول بمزاجه، هي اتفرض عليه ان هو يبقى متسول. المعاق زي المعاق، المعاق ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اتولده او طلعه الدنيا معاق. انا ما همشوش، بالعكس ده ممكن المعاق يفيدني اكتر بكتير، انا اسف، من السليم. انا عايز ادي بفكره للعالم كله، سواء جمهوريه مصر العربيه او البلاد العربيه، بقول لهم المعاق يا جماعه مش المعاق اللي بيعقزني، المعاق اللي لاغي فكره، المعاق اللي لاغي وطنيته، المعاق اللي لاغي من حوله. عايزين نلغي كلمه انا. انا لو فكرت ان انا اسعد جاري، صدقني الحي كله هيبقى كويس. لو نشرت الوعي السياسي، الوعي الفكري المنتظم، مش هيقدر واحد جوه يخش عليا يشوه لي فكري، او يسحبني لمسيره زي لغرض ما، او يقول لي لا اعمل كذا. هيبقى عندي فكر. 6 مليون معاق مش كتير ان احنا نلف شهر ونص او شهرين في الرحله. شكرا. شكرا. شكرا.